احنا رصدنا ما هو تم التوافق عليه. يعني مثلا لما بيبقى في مشكله في الاسعار، اسعار التصالح، فالكل بيقر ان في بعض التشوهات وبعض يعني عدم التوازن ما بين وحده والثانيه، او ان المعايير بيكون فيها بعض الخلل. فوجهنا اول توصيه الحكومه ان هي لابد ان هي تعيد النظر في المغالاه في اسعار بعض الوحدات المحليه في بعض المحافظات وفقا للشكاوي الوارده لها، على معايير واسس قائمه على يعني مراعاه البعد الاجتماعي والحالات الاقتصاديه للمواطنين في الوقت الحالي، وايضا مراعاه الحد الادنى اللي الحكومه قدمته نفسها في القانون.